محمد بن سلمان في الوقت الحالي هو أكبر صانع قرار في السعودية، اللي بتعتبر أكبر مصدر للنفط في العالم، لأن الملك سلمان ما بيظهرش إلا نادراً، يعني هو ملك للبلاد بالاسم بس، وده واضح من سنين طويلة إن ابن سلمان هو المسيطر الفعلي على الدولة. وفي مسؤولين كتير في السعودية قالوا إن الملك سلمان ما بقاش ملك أصلاً، بس بالرغم من الصورة اللي بتشوف عليها ابن سلمان في كل ظهور ليه، إلى إنه في الحقيقة غير كده خالص. تعالوا النهاردة نعرف شوية من الجانب الخفي في حياته. ولي العهد ظهر في أكتر من مناسبة سعودية وهو بيضرب مراته سارة بنت مشهور، ضرب مبرح جدا لدرجة إنها بتضطر تطلب العلاج الطبي. مش دي المفاجأة الوحيدة في حياة ولي العهد السعودي، لا ده كمان بيشرب كحول الكوكايين علنا، وده شافوه سعوديين كتير. ويمكن أبرز مرة حصل فيها كده وقت ما كان محمد بن سلمان في حفلة في فندق في جدة، وابن سلمان سمح في الحفلة دي ان يتم فيها كل حاجة، وبحسب الموجودين اللي كانوا في الحفلة فهي حصل فيها كل السلوكيات اللا أخلاقية، وده كله كوم وشرب الخمر بشكل علني فيها، ده كوم تاني خالص. ابن سلمان أباح شرب الخمر في كل مكان في السعودية، لدرجة ان في رجل اعمال اجنبي في الرياض قال فيه انا خايف انه يتقبض عليا هنا في يوم من الايام عشان ما بشربش خمرة، وكمل كلامه وقال في هنا كوكايين وكحول وفتيات ليل بدرجة كبيرة، يمكن ما شفتش الكلام ده في جنوب كاليفورنيا. وبالفعل ابن سلمان سمح بدخول فتيات ليل من أوروبا الشرقية في السعودية، ودول بيكسبوا 3000 دولار مقابل حضور حفلة واحدة و10000 دولار مقابل الليلة. تفتكروا محرمات ابن سلمان خلصت لحد كده؟ لا طبعا، ده كسر المحرمات الدينية كلها. ومسؤولين سعوديين قالوا ان ابن سلمان بيستمتع بكسر المحرمات الدينية، وده عشان قناته الحكومية الجديدة كانت في فترة من الفترات كلامها كله عن موضوع الشذوذ الجنسي، وفي نفس الوقت رفع الحظر عن تطبيق المواعدة بين الرجال والنساء في السعودية، وجر أحد أئمة مكة لألعاب الورق. يعني هو بيلاقي متعة في تفكيك الأعراف الاجتماعية والقضاء على القيم في السعودية وخارجها. والمفاجأة الأكبر كانت ترويض ابن سلمان لسعود القحطاني. قبل تنصيب الملك سلمان كان المستشار السابق في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني بينشر إشاعات عن إصابة سلمان بالخرف، لأنه كان مخلص جدا للفصل السابق خالد التوجيري، لدرجة أنه قام سمى ابنه خالد على اسم رئيسه في الوقت ده. وفي يوم جنازة الملك عبد الله ضرب ابن سلمان القحطاني على وشه بالقلم. بعدها قام ابن سلمان بالتأكد من ولائه، وبعدين عينه موظف عنده، لدرجة ان القحطاني سمى ابنه الصغير محمد على اسمه. ده غير ان القحطاني نصب نفسه واحد من اتباع ابن سلمان المخلصين، واستخدم جيش من الروبوتات والمتابعين لتخويف النقاد على تويتر ووسائل التواصل الاجتماعي. ولما الأمم المتحدة اتهمته في جريمة قتل خاشقجي، المحكمة السعودية قررت انها ما تتهموش.